ومن هنا تفهم، التفتوا لي جيدا، ومن هنا تفهم أصلا عاما، وهو أنه لماذا استفحل أو قوي عندنا الخمس وضعف عندنا ماذا؟ الزكاة. مع أنه عندما ترجع إلى القرآن تجد أن التركيز على الزكاة وعلى الخمس، ها، على الزكاة. لماذا لعت في ثقافة الشيعة وضعنا اليد على ماذا؟ لأنه وجدوا إذا يردون يقولون زكاة كل شيء ما يبقى، بعد ما على شنو زكاة يأخذون؟ ماكو زكاة، أموال ماكو. ما أدري واضح ولا أعزائي. وهذه إشكالية يطرحها الآخر علينا، يقول غريب منكم أنتم، قرآنكم أنتم تقولون الثقل الأكبر، أنتم تقولون أحدهما أكبر من الآخر، ومئة آية في الزكاة في القرآن، لماذا لا تعملون بها؟ الجواب أنا أقول، أجاوبهم، أقول لأنه إحنا فسرنا السنة تفسيرا أضعف عندنا ماذا؟ أضعف الزكاة. فعندما ضعف الزكاة لابد من بديل. ما هو البديل؟ ها؟ ما هو البديل؟ وهنا يقول لكم مو خمس غنائم دار الحرب، ولا خمس المعادن، ولا خمس ما يخرج من البحار، ولا خمس الكنوز. خمس شنو؟ اللي لا أصل له في الشريعة، باتفاق علماء الإمامية أن خمس أرباح المكاسب بدأ من عهد الإمام الصادق أو الكاظم وما بعد ذلك، كلهم يقول. وهذا شرحناه مفصلا أعزائي في أبحاث القمص قبل سنتين ثلاثة، مولانا قلنا لا أصل قرآني له. وهنا توجد رسالة الإخوة اللي يردون يراجعون، مولانا هل لخمس أرباح المكاسب أصل قرآني أم هل لخمس أرباح المكاسب أصل قرآني أم لا؟ من صفحة 153 إلى صفحة 225 مولانا، رسالة مختصرة اللي الآن إن شاء الله دي يترتب راح يخرج إن شاء الله. هسه ما أدري ذاك الكتاب شو راح يسوي لنا مولانا واقعا، لأنه أنتم تعلمون الآن العصب المحرك لحوزاتنا العلمية ولأموالنا من أين ديأتي؟ مو من الخمس، هذا خطأ، خطأ شائع، مو من الخمس، من خمس أرباح المكاسب، وإلا لا يوجد خمس المعادن، لا يوجد خمس ماذا؟ الغنائم، غنائم دار الحرب، لا يوجد خمس ماذا؟ ما يخرج من البحار، أبدا أبدا. وإلا إذا خمس لابد مولانا النفط اللي يستخرج خمسة يروح لمن؟ يروح للمراجع، لأنه النفط من المعادن لو مو من المعادن، ولكن من يدفع الخمس؟ ومن هنا صار التركيز على ماذا؟ على خمس أرباح المكاسب. ما أدري واضح ولا هذا. هسه تقول الأئمة لماذا فعلوا ذلك؟ الجواب الأئمة واقعا اضطروا لذلك. لماذا؟ لأن القرآن الكريم كان وضع لهم الخمس من ها غنائم دار الحرب، والدولة كانت عندها غنائم دار الحرب، تعطي للأئمة شيء أو لا تعطي؟ لا تعطي. فالأئمة بقوا وشيعتهم الفقراء، ماذا يفعلون؟ ماذا يفعلون؟ عندما يدق الفقير الشيعي باب الإمام يقول له محتاج، الإمام ماذا يفعل؟ لو لابد يسوي معجزة مولانا، لو يسوي مطبع يطلع فلوس، لو يضع على أغنياء الشيعة خمسا لماذا؟ لإدارة وضع فقراء الشيعة. وهذا الذي فعله الإمام سلام الله. ولهذا تجدون في هذا نفس هذا، هذا في كتاب مجلد التاسع أعزائي من الوسائل، الإمام سلام الله عليه كاملا مولانا كاملا، الإمام نجده أن الإمام سلام الله عليه هناك قال بأنه في زمن الإمام الجواد جعله الخمس واحد من 12 مولانا، وبعد ذلك رجع صار خمس، وقبلها وهكذا إلى آخر. هذا المعنى بإمكانه يراجعوه في كتابه، وإحنا مفصلا باحثيه ما أريد أنا أدخل فيه. إذن أعزائي